اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. ازيك كابتن عادل؟ يا كابتن اسلام اهلا بيك، منور. انت اللي منورك، ربنا يخليك. ايه الشياكه دي؟ يعني قلنا بقى نغير النهارده كاجوال. صح، بلاش بدل النهارده، بلاش بدل. معلش انا مضطر الحقيقه ان انا دايما البس البدله دي. ايوه انا عارف، بس برضه انت مش جرافات النهارده كده؟ لا حلو، الحمد لله. كده كويس قوي. لكن دلوقتي اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله كويس الحمد لله تمام. كابتن خلينا نتكلم، انت كنت عايز تعلق على حاجه تخص من قال تصريح على موضوع الرشوه ده. اتفضل. يعني شوف، انا عاوز اريح الناس. اتفضل. السوشيال ميديا الايام دي كلها بدات الناس فهمت غلط، بالذات النجوم الكبار اللي ايه اللي عايزين يعملوا ترند، والترند هو اللي بيتحكم فيهم. يعني انت ممكن تكون شايف حاجات كتير قوي. طب انا هقول لك حاجه في نفس الكابتن الكبير اللي قال التصريح. اولا انا علاقتي بيه علاقه جيده جدا، ده ابن حتتي، يعني بعتبره من طبعا كابتني وكابتن منتخب مصر، وكان كابتني وانا في المنتخب، وكان اخ كبير ليا. لكن في حاجات كتير قوي بيقولها لمجرد ان هو يعلي الترند. او على سبيل المثال، يعني كلنا عرفنا انه هو خرج من النادي الاهلي كان مصاب، هو قال كده، وعلى يدنا احنا كنا ناشئين، وتعالج في النادي الاهلي، وقف على رجله تماما، والنادي الاهلي ما فرطش فيه خالص، وكان بيتمرن وبيقبض في النادي الاهلي وهو مش موجود، واتقال له السنه دي مش تتأيد علشان هتلعب السنه الجايه. لان اي لعيب في الدنيا لو انت الدكتور قال لك انا جت عليا سنه اتعورت سنه كامله، فقالوا لي في حته القيد الافريقي انت مش هنستغلك، فممكن نقيد واحد تاني وانت هتتقيد السنه الجايه كالعاده يعني. فلما اتقال كده خرج وقال ان النادي الاهلي رماني، وهو ولا رماه ولا اي حاجه، بالعكس ده النادي الاهلي عمل حاجات كتير. دي واحد. اتنين بقى، المهم ترند اللي هو في حاجات احنا النادي الاهلي بنأسسها. مش انا مش بقول كده والله عشان بنتمي للنادي الاهلي جد، يعني انا بقول احنا عندنا، احنا سباقين في كل حاجه. احنا نادي بيرسل مبادئ والقيم دي حقيقه، ولازم الناس تعرف ان احنا كمان اللي بنعمل البدايات بتاعت اي حاجه في مصر، ودي حقيقه يعني. فلما نيجي احنا نعمل موقف زي ده، موقف انساني. طب ما في ماتش مانشستر يونايتد وقبل كده وفي الدوري الانجليزي الماتش وقف 25 دقيقه عشان واحد مصاب في المدرج. واعتقد ماتش الاهلي والمصري الاخير او اللي قبله كان فيه نفس الموضوع، بين الشوطين ده انا فاكره وقف. وقف 30 دقيقه، وقف 30 دقيقه المباراه في الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي وما كانش هيكمل المباراه الا لما الراجل بقى بخير وتم علاجه. فالمواقف دي احنا السباقين فيها. لكن مش كل واحد عاوز يعمل ترند يطلع يتطاول ولا يتكلم على النادي الاهلي. يعني انا بقول له يا كابتن بلاش تعمل الحاجات دي، لانه النادي الاهلي كبير. النادي الاهلي عمره ما رشى حد ببطوله ولا مش بطوله. ايه يعني ايه رشوه بطوله؟ ده موقف انساني. النادي الاهلي دائما سباق في الامر. صحيح، بس يعني هي بيني وبينك يا كابتن انا دايما بشوف ان مثل هذه المواقف يجب ان يتم ان انت تعليها اعلاميا، علشان مش عشان حاجه يعني، ما تزعلش مني، هو مجلس اداره النادي الاهلي او كابتن خطيب ولا مجلس اداره النادي الاهلي محتاج ان احنا نعمل حاجه زي دي او نقول حاجه زي دي اطلاقا. ولكن هو احنا بنقول كده ليه؟ لان احنا عايزين نرسي في شبابنا القيم الحميده، القيم الحميده اللي نقدر نستغلها خلال ان مش كل حاجه البطوله، مش كل حاجه ان انا لا، ممكن هناك قيم انسانيه يمكن تغلبها على قصه البطولات.